واحد قال لي الباطو، قال لي اقتاش تحيد داك الباطو عليك. تتسمعوني مزيان؟ حيت اليوم ما دايرش الكيت، الكيتس. تنتمنى تكونوا تتسمعوني حيت اليوم ما عنديش الكيتس، الكيتس مان. تتسمعوني ولا لا؟ حيت ما جبتش الكيتس. عندي واحد الميكرو في الصراحة، نجي نبرونشي عليكم نشوف. لا سافا با باسي، دوماج الكيت نسيتو في اخر لقطة، نسيت الكيت. تطرا طرات واحد النهار لواحد عمي تا هو نسى الكيت، سمحوا لي. تطرا فمك عامر دخان اجر كيطلع عند الخوخد واحد النيكوتين. لا لا هادي ما فيهاش النيكوتين، والله ما فيها النيكوتين. واحد كتب لي وتنسمعو كالزمر، انا عير هادي والله ما فيها النيكوتين بالله. زعما الاقلاع عن التدخين، هادي وسيلة الاقلاع على التدخين. تنقلع على التدخين، خصهم يسميوها اقلاع، هادي سميتها اقلاع باش نكونو واضحين. ماشي مشكل تنسمعوك. المهم اللايف ديال اليوم الاخوان بسيط جدا، حيت درت في اللايف المرة الأخرى كنت درت دويت على أنه بالنسبة لي أنايا، أنا بالنسبة لي شخصيا، السلام عليكم، أنا بالنسبة لي شخصيا ماشي شنو بالنسبة للناس، هو أنه الأصل في الأشياء هو المآسي والحزن ماشي هو الأفراح، وهي اللي تتخلي الإنتاج يطلع. وكما كنت نهضر مع بعض الاصدقاء، طلعت ان الناس عموما شنو طرا عندها، الناس شنو طرا لها، طرا بانها الناس تخيلات، تتخيل بان الحياه سهله وان هادشي اللي تيطرا لها راه مشكله، وهذا راه غلط كبير. لانه الاصل في الحياه هو العناء، هو الديناصورات. كانوا الديناصورات، عقلتوا على الديناصورات؟ ما حضرتوش ليهم، هما الديناصورات البراكين. فكان الانسان في مواجهة متاعب الحياة، ما كانش شي حاجة سميتها عندي امال. عرفتي هاد الهضرة اللي ولات مؤخرا ديال انا ولا عندي امال، انا تصدمت، دفعت لواحد الشركة. صحابك الحياة سهلة فيها الشركة، الحياة راه صعيبة. دوك لاحظت أن الناس شنو دابا ولات يصحاب لهم في هذا المجتمع الجديد، أن أصل الحياة هو السهولة والاستثناء هو الصعوبة. والاستثناء هو الصعوبة، ولكن مشكل راه الأصل في الحياة هو العناء، الأصل في الحياة هو الشقاء. ويلاج بربي شي خير مرحبا، أنا هادشي اللي تنظن. فهو اللي دابا اللي تنهضر معاه تيقول لك واش هما واش الاخرين، انا في بلاد الكور ترى كلشي تيعاني. راه هما الجيليات الصفر في ميريكان تيقتلو، البوليس يقتلو عوازة، ترى الحياة صعيبة. وليت تلاحظ ان الناس مالها، الناس ولات دابا تيجي لها مشكل صغير تدير لك تمشي تضرب غميضة. ها انا ما عندي زهر، انا يا الحياش، انا يا مألم. انا يا وتنقول مع راسي ايوي وي وي وي، فين هو الجيل اللي كان يعوم في الواد، فيه الواد الخنز، كان الواد عندنا ملي تتعوم فيها الدراري حداك، سمحوا لي على كلمة النبي، حداك بخرارو تديرها انت تتعوم وتتعوم حداك، تتسبح حداك، والدراري اللي عامو في لابلاج ديال سلا يعرفوني، يعرفوني شنو اقول مزيان. فالدراري اللي عاملو ولاد سلا كان لابلاج سلا تتعوم وحدك، حدا
هذوك الطوافات فهمتيني شطري لنا بخير جربتي جغيم هاد الممالح فيه شويه ديال ثاني اكسيد الكالسيوم ليس وحدك شي مية وحق لو عد نور تنعم ونتزاد حمامية اسمح لي عيطنا الاطفاء دو كانوا تنقول كي كبرنا شوف كل شي تعاني انا عارف ماشي انا بوحدي عانيت انا فاهم انا متنقولش انتوما تزاديتو زويتها مدهونة مع الزبيدة وفرمج انا فاهم كل شي شي عاني ولكن على الوقت لا في تدور كانت الحياة قاسية وبلي تعوم فأوقات الصيف بوقت يديك تتعوم حدا طوافة ديال شيت فهمتيني تديرها تتزاد حبة وحق الله حد النار ضربت لي فراسي حراي درت ليها وكمل وتتكمل تي تنفو كاريمون وحق الله واحد النار نعاود لكم هاد القصة كنت اواخر واحد النهار نعاود لكم هاد القصة واحد النهار صراحة وحق لقتني الجوع وكانت في واحد اليامات كان المغرب فيه الجفاف اواخر الحسن الثاني مهم شحال عندي 10 ريال انا عندي 10 ريال في جيبي هزيت واحد الميكا مشيت عند خمس كرم سلامك قلت لعمك شي 10 دريات الخمس كرم عبر لي عاد شويه الخمس كرم عبرتو قلت له راه تنصيد به فهمتيني وفعلا مشيت حدا البحر الحياه كانت قاسيه الدراري والله عاد كنسحب لكم الحياه ديال دابا وصايب زعما تفكراتي مشكله ومشيت حدا المول الكبير ولاد سلاره يعرفوني علاش نهضر مشيت حدا المول الكبير زعما راه غنصيد قطعت واحد القصبه خضراء ودرت فيها سبيب وعض لي واحد البوري هذاك الخبز الكرم طرف لي وطرف البوري وشي بوري مش فدا والله ما كان جاني واحد كيلو ونص ديال الخبز سمحوا لي راه طرت الدراري كان جاني واحد الكيلو ونص ديال الخبز كومير كارم وهرات واللي كليت ونسيت البوري بيني وبينكم نسيت البوري دي تقع وقاطع وقاصع يا وليد ما هو ملي تتاكل داك الكومير الكارم في صوت المفرقعات بالنسبة للناس اللي ما دوزوش الإرهاب النفسي هذا هو الإرهاب النفساني تدا قا تتبالك تتزقرد بوتان وصافي وشبعش وانا شبع وميكا عطاني د الخبز كارم وميكا راه ماشي زعما تنهضروا على الطرف ولا جوج وميكا هاي 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 صافي وما صيدت شي بوريه باغ كونت صيدت بوقه ما عرفتش شي وحدين تيصيدوا واش عرفوا شنو هي بوقه بكيت الدراري بالضحك وحق الله عرفتي ما ذوقتش بوري انا لا اسيادي انا ليات هاد بوقه نفهمكم شنو هي بوقه البرانسيب د بوقه البوقه واحد السمكه تتصيد بسهوله جدا بالنسبه للناس اللي تصيدوا يعرفوني علاش تنهضر سميتها بوقه سميتها بوقه من الحرام هذا بعد اللي اختار على السميه لهاد الحوته اصلا راه مدمر في حياته هذا تخيل كان قال هذه سمكه جيده غنسميها بوقه بوقه شوف دابا شنو كان فراس واش كان مصماك مبواق ولا ودابا شو الهيت داد المغرب اللي سمى عليها بوقه فراوج الماء وغادي بحال مشكل عرفت هذا اللي سمى بوقع على هذا الحوت الله ياخذ فيه الحق تعدى عليه مسكين
والمهم نكمل لكم القصة. صيد تبوقة انا دابا تيقدني هادشي في الضحك حتى انا اللي عشتو، علاش انا تنضحك تنتفكر اللحظه بالحظه. ونطلع في ديك بوقع يا بطل حدا يطلع في الشرغون، نطلع في بوقع وما نكتبش عليك وعمرت ميكا د بوقع. ميكا بالنسبه ليا يسد الحبات ديرين قد هكا باش نتفاهموا. انا عرقت خبز كارم وطلعت بوقع، مشيت درت بوقع غنطيبها. مالها بوقع؟ مالها سمك البوقع؟ مالو سولوني مالو سمك البوقع؟ سولوني لا تكون ما سولوني مال بوقع مالها سولوني. اي 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 مشكلة دي. سولوني عافي، سولوني مال بوقع، سولوني قولوا لي عافاكم مال بوقع. لا دابا انا مالي درت ليها هي مليحه، عرفتي ديك انا ملح ندير البزار ونقلي بوقة. نيري شحال باسله، وياكم تشريو بوقة، وياكم تشريو بوقة الدراري، وياكم لا قال لكم دايره بوقة مزيانه. واو واو شحال كانت باسله، شحال عرفتي وحق الله الى الخبز الكارم اللي ضربته كان حن منه. الدراري اللي تكتبوا لي حماد وانت ماشي هو هذاك ما تغيرونيش، خليونا غاديين في اللايف زوين. الله يطول الله يطول عمركم، اللي ما عجبوش اللايف يمشي يقصي بوقه، حنا مالنا. كمال فين عشيري وانا شفتك دابا؟ كمال وسعيد هذا صديق اللي عندي فليل من اظرف خلق الله، تنديرو البروموسيون هنايا، اللي عنده فليل يمشي لماكارتيور كوسموبوليتان. انا نعت ليكم رجا في غوبكس يمشي يشرب عنده قهوه. اسيدي لالا رجعت بوقا للدار باش نقول لكم الاصل في الابداع على المعاناه. كي غندير نقول لبار راني سلت من المدرسة ياكو، وكي غنقول له علاش ما كليتش حيت باقي صغير حتى انا معرقة خبز كارم شبعان، وكي غنجوستيفي البوقة اللي عندي في يديا. دوك هنايا الدراري، دوك هنايا الدراري علاش نقول لكم الحرمان وداك الشيء تولد الافكار المبدعه، تولد الافكار المبدعه. لا لا البوري تنهضروا عليه هذاك سيت لالا مريم، لا لا البوري بوخريه حاشاكم الدراري حاشاكم، هذاك موضوع اخر، هذاك واحد اخر، هذاك تطلع عار ابل فيجكا. دوك تنظن تنظن بالنسبه للناس اللي تيصحاب لهم ان خص حياته تكون سهله وانه خصو يلقى البترول، راه ما تلقاش البترول تحت باب الدار، راه حفرتي راه غتلقى غير مياه المجاري، راه تتكون كحله بحال بحال البترول. تنظن بانكم غالطين اكبر غلط في حياتكم وحق الله، لانني بالنسبه لي الانسان اللي ما تيسوفريش ما تيقدش يعطي، واكبر الاكثر المبدعين. ما تهضرش على راسي انا ماشي مبدع، انا داير باطو هاو، تنهضرش انا ماشي مبدع، تنهضروا على مبدعين ديال بصح. زعما ملي غتجيو لوروب دابا الناس يسحب ليهم المغرب راه مكرفسين وغيجيو لوروب، فهمتيني؟ وار اسبي ماماني بنتي بقى يضرب في الاورو هكا. ترى انا الناس تبكي يا صاحبي، راه خرجت مع واحد الدراري شتي تشكى، واحد قال لي نسيت البزطام ومصحبلوش انا جاي من سلا، هو قاوري مصحبلوش انا جاي من سلا. راي لا قال لي بالفرنسي، قال لي بحركه راي لا نسينا البزطام بالله. او جور دي ديو اون اوبليي البورتفوي جو تو. انا عرفت تيدير لي حيله وحدات، هو باغي قهوه تخلص لوفا بقى يدير لي هكا.
البسطام. انا مالي انا جاي من المدينه القديمه، ما عندناش نسيتي البسطام، ما عندناش حنا هذه الجمله. كريت تاكل قال لك شريت تاكل كريت بات، هادشي منين جينا. اي 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 بيوتان بيوتان، شحال قد نصبر ونشرب في المر، منين نصبر شحال قد نصبر شحال قد نشرب في المر. عرفتي شحال نقرقفو في المر؟ يعني اللي تيسحب له ان الطاقه الايجابيه هي اللي مهمه في الحياه، ان الطاقه الايجابيه مهمه. تنبشركم بانه تفكير غلط، تفكير غلط. نهار اللي تضرب الخبز كارم وتصيد بوقه اللي ما صيدت نسي له حوت تبقى بوقه هكا خدها نهار غات. الله يلا قال لك نسيت البسطام. شتو شوك جبني من بوتوي الناس اللي تسحب له راه، يعني الدراري اللي تيسوفريو، الدراري اللي تيعانيو، تنبشركم بواحد الحاجه، تنظن ان واحد النهار انتم اللي غتنجحوا. نكذب عليكم، لان الانسان اللي تيسوفريو تيضحك بابتسامه عريضه. انا كنت تسوفري ابتسامه عريضه قسما بالله، كنت عطيه لك عيط جري 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 جري، كنت جري. تنستقبل الحياه بابتسامه، اش غندير واش غندير يلا اش غندير يا حرقني راسي اش غندير واش غندير قولوا لي يلا انتم تتفرجوا اش غندير. الحياه غير منصفه، اللي قال لي الحياه منصفه نقول له منصف تا هو ولد الناس. الحياه غير منصفه، تتعطي لشي وتتحيد لشي. وسير انا اخويا غنمشي سنقلب على نقلب على الحياه بوقا. ما عاودت لكمش على البوري، خصني نعاود لكم على النهار ديال البوري. اسيدي هذا النهار ديال البوري نهار واحد اخر. دابا في الواد كان عندنا البوري اغوغو، فهمتيني؟ سمحوا لي نبارطاجي اللايف وجاي. معلم مهم بالنسبة لي أنايا، بالنسبة لي أنايا الحزن صديق الإنجازات. ندير أميها تطلق شوية الريح، أميها والويل إيسونسيال. هادي دير الويل إيسونسيال. بالنسبة لي الحزن صديق الإنجازات، لأنني ملي عقلت على راسي صغير وأنا إنسان حزين، وحق الله ملي عقلت على راسي صغير وانا انسان حزين جدا. واخا تشوفوا الضحك دابا واكرا قدام الناس، انا قدام الناس ديما تنضحك بكل صراحه، ما بيني وبين راسي ديما تنبكي ديما تنحس بان الحياه غير منصفه معايا والله. فنعطيكم مثال، انا كنت باغي نولي موسيقي عظيم وداك الشيء، با كانت يخصني خصك تخرج بالنايت وخصني نخدم حتى بالنايت لان الوقت كانت قاطع. كنت صغيره صاحبي، اش نقول للناس راه سقطت في الباك؟ اش غتقول لهم؟ ما عليك بلا الحياه، كنت كتمان بحال دوك اللي كيفرقوا السينيال والشيتات في الصابون. بن حكيمي، لطفي بن حكيمي، نقول لكم شنو كتب لي. قال لي كنت بلا الحياه تتبان بحال دوك اللي تيفرقوا السينيالات والشيتات الصابون في المحافظ. دابا دار تزير وخرج هاد الجمله، ما غزمو ما تنعرفك الشخصية بصراحه، مي مزيان تعقل عليا. انا تبدلت وانت تتفرج في الشو ديالي مزيان.
عطاني هو يقول لي يا ولد الحرام راك عزيز. كنت نعقل على راسي انني ديما انسان حزين وحق الله. وكانت على بوك حشومه تقول انا كنت باغي ندير ادابي دابا كنت باغي ندير ادابي ومشيت عند با ودابا با ما قاريش با عصامي يعني تعلم الكتابه والقرايه لراسو في الدار هو تقلم لي شيفخ وداك الشيء ولكن حدو انسان زعما واعي ولكن عصامي ولكن هو غير سامع بحال المغاربه حتى هو غير سامع قلت انا باغي ندير ادابي وانا كنت نجيب شويه في الماط والفيزيك مزيان قال لي قلت له باغي ندير ادابي قال لي لا ما ديرش ادابي غدير علمي قلت له لا بغيت ادابي قال لي غدير علمي وانا مالي حمار كان عليا نمشي ونتقيد ادابي ولكن داك الخوف من الوالدين تتحس بلي ديما عينيهم وراك ما فهمتش كيفاش تدير بحالك انت غادي تقيدو عينيه وراك كان ممكن دفع ادبي ما ملي كبرت بديت تنقول يا الحمار كي داير وانا ما ندخلش للقرام ما بغيتش ندير لهم علمي ما نكذبش عليك ما بغيتش ندير علمي ما بغيتش ندير علمي دونك وليت تنسلت وليت تنسلات وليت ما تندخلش وليت تنعصر في الباب والدار وعاود استيزيام ما كنتش شرد ما كنتش باغي فهمتيني ودخلت درت ما دخلتش كذا بص امي مسكينه كانت تكفري عليا الله يطول عمرها كانت تكفري عليا باش ما ناكل الصرخه انت كنت ناكل ديما صرخه مع عند با الواليد كان تهرس كاس تاكل صرخه قحبتي هو ناعس تاكل صرخه دخلتي بصندالتك من الزلقه تاكل صرخه المهم كان عندي جوج ثلاثه ديال الطروحه في النهار المينيموم 4 ديال الطروحه في السيمانه السيمانه ملي ما تناكلش فيها العصا الحب تنقول شنو طرا واهلي ما كريتش العصا هاد السيمانه الواليد ياك ما مريض ياك ما عيا الواليد مسكين شتو ما سلخناش ايوا حصلني سالت وحصلني سالت واحد النهار صافي ويا تكحل قريه تخرج لتمارا وي صافي دخلني لتمارا دخلت للبعيد وانا ديجا حزين حيت ما درتش ديب حيت ما درتش للترار وكنت خايب كنت خايب بوتان كنت خايب كنت خايب جوع عرفتي كي كنت الدراري والبنات ناري وكنت خايب بوتان شحال كنت خايب بوتان كان عندي مهرسين هاد السنان هاكا مهرسين طحت عليهم كانوا في الحلاقه مولا طح عليهم كنت خايب دونك انا خايب مهرسي لي سناني ما درتش السيونس كي بغيت وما بقيتش نعصر في المدرسه وليت فتبنيت ايوا دونك هذا وكنت حياتي كامله تنحس بالحزن الحزن الشديد فهمتيني ملي كنت تنمارس العاده السريه كنت نقول مالي انا ما عنديش صاحبتي مالنا ما عندي صاحبتي انايا غنبقى نمارس العاده السريه بزاف ولا شنو بزاف انايا وهايل هانية هذاك غير الزلط واهيلي انا ما تكونش عندي صاحبتي حيت ما كانش عندي صاحبتي وكان سليدي مهرسي راه ما عرفتش كي نعاود لكم هاد القصه راه كانوا مردومين هكا سلام لاباس كديري لاباس اخباركم لاباس الحمد لله كنت في بخير حوال زوينه صافا خويا والله الا غادي مزيان من موراها ولات تنقلب على القحل شو سميت المزيكا هذا رضوان الاسمر تيغني كوفر ديال دوها عليا ديال شاب مامي صافي من موراها باش قلت لكم آه
باش قلت لكم سمحوا لي باش قلت لكم امين باش قلت لكم الحزن صديق الانجازات. من تما وانا نقرر واحد النهار الدراري وحق الله قررت واحد النهار وانا تنجر واحد الجراره وحق الله ما نكذب عليكم وحق الله ما تنكذب عليكم تنجر واحد الجراره في الشتاء باقي جون شحال 20 21 عام والبرد ويدي كانت مفلحه وتنجر في داك الحبل تنطلع الكاياس تنطلع الكاياس وانا نقول وانا نقول والله ما غنبقى في هذه الحرفه انا ماشي ديال هذا الشيء انايا انا ماشي ديال هذا الشيء باش قلت لكم الحزن صديق الانجازات وانا نقول انا ماشي ديال هذا الشيء انا ديال حاجه ما احسن وانا نبدا نفكر شنو ندير شنو ندير شنو ندير وانا نقول الله يحفظك اخويا لطفي تنضحكوا وانا نقول شنو ندير قلت انا ولي مشهور ما عرفتش علاش جاتني هذه الفكره دونك الدراري انا اللي درت لكم هذا اللايف اللي تيحس براسو حزين اللي تيحس براسو مقبوط عليه اللي تيحس بان الحياه ظالمه كاع حنا هكاك ضربنا الخبز الكرم بكينا مدتها فينا حتى وحده مي اون فاريوسي الدراري شوفوا النجاح ماشي انا بوحدي اللي سوفريت ولا انت ولا الاخر كاملين تنسوفريو صحابي ميم هنا اللي في الاوروب سوفراو الضرب ديال الطباسل كاين اللي نجح بوالو هادشي علاش درت هاد اللايف الحزن صديق الانجازات السعاده معمره كانت صديقه الانجازات ممكن تقولنا هاد الانجازات ديالك انا داير اللايف وانت تتفرج فيا مزيان مزيان هاد الانجاز من انت من تدير لايف انا ما تنتفرجش فيه مزيان جاوبتك دونك انت ديتي جوابك امسيه سعيده باختصار دونك الدراري اي واحد حس بالحزن اي واحد تحس بان الدنيا ضيمه معاه وتحس بالباب تسد عليه كاع كنا هكاك وقلت لكم انا القرار باش غنتبدل عاقل على النهار باش خديته تنجر الكورده والبرد ويدي مفلحه تنطلع الكياس وتنبكي وانا صغير علاش تنبكي حيت باغي نمشي نعصر في باب الليسي ماشي شي حاجه وانا مالي كره باقي تنقرا وعصر في باب الليسي ويطح عليا واحد الفكره قلت غنولي رابور قلت غنولي رابور علاش غنولي رابور حيت قلت وشو دابا عقلي ديال 18 عام 19 كان تيقول لي بلا ما نعاود لكم عندي قصص ديال خرج من الدار كاستيت هذوك افلام اخرين هذوك افلام طويله وانا نقول لو وليت حيت انا ما عنديش الحق باش نولي مغني قلت نولي رابور لان الرابور وشو عقلي اش قال لي رابور تسمع له البيلو تسمع له الطبيب بوتان بنادم تيعيط لي في قلب اللايف راه داير اللايف اللي تيشوفني داير اللايف ما عيطش ليا تنسى لي اللايف ديالها راه تيتقطع اللايف وانا نقول ان نولي رابور لان الرابور غيسمح غيسمعوا ليا كل شيء وشوف دابا لانني كنت محقور حاس بالحقره ولاد عائلتي تيقراو صحابي تيقراو الناس مهر ليا في راسهم وصافي بديت تنتدرج من رابور وليت تنكومبوزي موسيقى الراب خرج البومي من مرا وليت تنكومبوزي موسيقى ديال المسلسلات من موراها وليت ندير كدا من موراها درت برنامج من موراها تندير لي لايف من موراها خرج من المغرب ممتن الحزن صديق الانجازات والانجازات باش نقول لكم ماشي تطلع بطيمه ولا تطلع القمر الانجازات الشخصيه باش نصحح للناس اللي تيقولوا لي شنو هي هاد الانجازات اللي درتي الانجازات اخويا هي ما بقيتش تنجر في الحبل ديال الباله ما كنتش باقي باغي نجرو سيتو هذا هو الانجاز اللي درت ما بقيتش باغي نتكرفص شوف ضربت في الباله تطبت الله يجعل شي بركه دوزت نوبتي ماشي زعما حرام ولا حشومه ولا ماشي دوجهي ما دوزت الله يجعل شي بركه او
راه 13 14 عام انا تنضرب في البالا بارك عليا عييت الدراري دونك راه الانجازات انني خرجت من لا ميرد بعقلي سايس وما دخلت الحبس ما قريسيت ما تنقتل كاع الماكسيموم اللي تندير تندخل عند شي فشاشه نقول لها صيفط ليا صور مخله بالحياه هذه اقصى اخيب حوايج ندير في حياتي دونك هادو الانجازات تكون شخصيه ماشي انجازات على مستوى الوطن ولا على مستوى العالم بالنسبه للناس اللي ما فاهمينش شنو هي الانجاز انا ما تنقلبش على انجاز على مستوى العالم انا حمار ح م الف راء واو نون ما عنديش اي كيو عظيم ولا الكيو عندي جد متقدم ولا ذكي تنبدا ندير ليكواسيون بطريقه خارقه ولا رسام بحال بابلو بيكاسو حمار خرج من الميرد تو سامبلومون تو كور انجاز تنظن هذا انجاز على مالو ماشي انجاز يعني كاع الدراري والبنات اللي تيشوفوا هذا اللايف وجالسين وتيقولوا حالتي الله يعلم بها انايا كاع كنا هكاك مي شنو احلامك شنو الاحلام ديالك لاش باغي توصل شنو قررتي انا قررت ما نبقاش نجر ديك الكورده وننجح نجحت صافي توكور مع بلا فلسفه عظيمه ما محتاجاش العمق وانا عميق وداكشي ما محتاجاش بسيطه شنو قررتي كنتي تتبيع الحوت بالكيلو اللي تبغي تبيع الحوت يولي عندك باركود الحوت قرار شقى عليه وصل له انجاز ماشي كل شيء متاح له انه يدير انجازات على مستوى الوطن وعلى مستوى العالم واخا تنتمناش ندير انجاز على مستوى العالم مي ستوب ابو بليغه ستوب ابو بليغه عزيز عليا كامل وحق الله دونك الدراري اللي شفتهم ناجحين وتقاتلوا لا بحال كمال ولا بحال عشيرة رضوان هنايا ولا اسامه في المغرب ولا عمر ولا اسلام ولا عثمان ولا ما عرفت شغابوا عليا الاسماء دابا ولا صاحبي جلال ولا كاع صحابي اللي شفتهم غاديين وتنجحوا في الكارير ديالهم هاد الناس كلهم دوزوا حياه ديال الزفت حتى واحد فيهم ما كانت عنده الحياه سهله الحزن صديق الانجازات الدراري هادشي اللي غنقول لكم والانجازات ماشي هي دير توغيفال غير نخرج من الحالة اللي أنا فيها ونولي في حالة واحدة أخرى مسخيتش بكم بغيت اللايف يزيد كمال تنشكركم بزاف تنتمنى منين كطيح المغاربة عاد كيزيدوا يعفطوا عليك عكس الغرب الله يطول عمركم شكرا الدراري كمال الله يطول عمرك باي باي كوراج الدراري شوف كوراج ملي تشدك الاحزان وتشدك السخفه وتحس بالعالم تسد عليك كوراج الدراري كوراج الدراري هادشي باش نوصلكم